وتهيم مناجاتي في بحر الردود ولا يشعر بها شخص في الوجود، وكأني أبحث عن إبرة في قومة قش، ولكن لا أدري إذا كان للإبرة وجود. لعل الله يجمعنا، لعل قلبك يسمعنا، لعل الغد لا يكون كيوم أمس، لا يؤلم كغدر أمس، لا يظلم كليل أمس، ولا أدري إذا كان للغد شروق. وكأني في الفضاء لا ينتقل صوتي، وكأني في الخفاء عن الكون محجوب، وكأني في ظلمات الجان وليست الرؤيا حقي، أتخبط من كثرة الجروح والندوب. فهل أبكي على ما لاقيته ومضى، أم أبكي على ألمي، أم أبكي على ألمي؟ وما جدوى النواح إذا لم يكن الصوت مسموع؟